يعني ايه؟ ابني خلاص ضاع مني؟ يا عم انا محامي واللي علي عملته. وبعدين هو حد قال لابنك يتاجر في البانجو والبرشام والكولا؟ بقول لك ايه؟ ايدك على بيت الاتعاب. اتعاب؟ يعني تحبس الواد وكمان عايز اتعاب؟ نبي ده بدل ما تقول يا ريت وخد اعدام، على الاقل كنت استريحت من مشاويرك لابو زعبل وجاي من ابو زعبل وفلوس ولحمه وزيارات. طب ايه راي حضرتك؟ امبارح زبون خد اعدام وجه وقعد مكانك هنا في منتهى الشياكه ودفع كل فلوسه وواد وشه بدري. وقال لي بعد اذنك يا باشا انا رايح اتعجن. انا هم امشي قبل ما ارتكب جنايه للاد. انا عايز حقي بدل ما احطك في منهج الطعن. اوعى ايدك بيه. ماشي هاخد حقي من المحكمه. انت نفسك كمان. الناس كلها بقت كده، ما حدش عايز يدفع اللي عليه. اوعى يا عم دي كلها مساجين. الاسلحه طقم ليمون وشيش للحبايب. وعندك ثلاثه ليمون خلاط واربع شيش. ايه ده خد هنا. انت بتعمل ايه؟ ايه اول مره تشوفها؟ ده الحساب القديم اللي عليك، وما تقوليش الحساب يوم الحساب. لا انا اقول زي ما انا عايز. القديم ده يتنقل في الدفتر والجديد يتقيد. طب واللي هيتنقل في الدفتر هيندفع امتى؟ يندفع تاتا تاتا والجديد طازه بطازه. طازه بطازه؟ اه. بقول لك ايه، صبح تاتا اتنين في تلاته. ها الكلام ده وان بقى تقوله للمعلم صاحب القهوه علشان انا اتخنقت. يا معلم فلفل! ياه! بتزعق ليه؟ ايه الفضايح دي يا معلم؟ مش لازم الزباين كلها تعرف ان انا مديون. ما تبطل فنجره على اللي رايح واللي جاي عشان تقدر تدفع اللي عليك. ايه؟ انت بتزقني يا فلفل وانا هم زبون عندك؟ طب ايه رايك بقى ما انا شغل القهوه دي تاني؟ الله يعلم رزقك معايا. اهدى انا كلمتك. اهدى يا صابر. اوعى يا شوي ما تهدش. اهدى مالكش الا فلفل يا شوي. الناس بتتكلم عليا. يا شوي مالكش الا صابر. اهدى حاضر. اهدى يا شوي فلفل يا شوي. يبقى انا هنص عادي. اهدى حاضر يا فلفل. ادي الجوع اهو اهو ادي الجوع اهو لحد ما اهو اهو بس يا شوي بس يا شوي. اهدى مالكش الا صابر يا شوي. خلاص ما تزعلش قوي كده. هو الحساب بيزعل ولا ايه؟ لا ما بيزعلش. شوف حسابك كام، انا مستعد ادفع. ايه؟ ما زعلش الحساب؟ بس انا حاسس هما اتنين شاي وثلاثة مية. لا واحدة عنب انا خدته. خلاص احنا شاي على حسابي وهندفع تاتا تاتا. ايه؟ تعالى تعالى يا ختانكم. هات دقيقة هات البوليس.